الحمد لله رب العالمين، اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الأزمنة أزمانا فضل بعضها على بعض، ومن الأماكن أمكنة فضل بعضها على بعض، كما فضل بعض النبيين على بعض وبعض الناس على بعض، والله يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله أرسله الله عز وجل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال عز وجل إجلالا لحقه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، بعد لا أقول أيام ولكن بعد ساعات سيطلع علينا هلال شهر رمضان، وهو من الأزمنة التي فضلها الله على سائر الأزمنة، فضل من الشهور شهر رمضان، ومن الأيام فضل يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، وفضل من الأمكنة البيت الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وجميع المساجد فضلها على سائر الأمكنة، وفضل بعض النبيين على بعض وبعض الناس على بعض. وهذه صفايا يصطفيها الله عز وجل من خلقه. ولننظر أيها المسلمون ونحن نستشرف طلعة هلال رمضان، نستلم أمورا ثلاثة، نضع هذه الأمور نصب أعيننا وفي بصائرنا. هذه الأمور الثلاثة: أولها الهلال، والثاني القرآن، والثالث الصيام. عندما نستقبل شهر رمضان تحضرنا هذه الأمور الثلاثة، فنستلهمها ونفكر فيها. أولا رمز الهلال، والأهلة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، يقول عز من قائل: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن فالأهلة نأخذ منها المواقيت، نتعرف منها على الشهور القمرية، فهي مواقيت للناس في موسم الحج، في شهر رمضان، في معرفة الشهور القمرية. ولكن هلال رمضان ليس كسائر الأهلة، هلال رمضان له رمزية خاصة،
لأنه يرمز إلى شهر اصطفاه الله على سائر الأشهر، فيكون هلاله أكثر ما يكون الإنسان انتظارا له عن سائر الأشهر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستطلع هلال رمضان، وكان يترقبه ليلة 30 من شعبان، فإما أن يكون اليوم الذي يليه متمما لشعبان أو هو اليوم الأول من رمضان. وهذه السنة النبوية الشريفة في استطلاع الأهلة ما زالت موجودة حتى الآن، بل وهلال رمضان بالذات كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ونحن إذ نستطلع هلال رمضان كما كان يستطلعه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: هلال رشد وخير، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. نعم، ندعو الله أن يجعل هلال رمضان على البلاد أمنا ورخاء ونعمة، وعلى العباد يمنا وإخاء ورحمة. هذا الهلال الذي يبدو في السماء كقوس صغير فضي، ننظر إليه فنجد أن له طرفان، كل طرف منها بعيد عن الآخر، لكن تمر الليالي فيتقاربان إلى أن يكون حلقة مستديرة. هذان الطرفان ننظر إليهما وننظر من خلالهما إلى رمزية في الكون، رمزية لجميع الناس مسلمين أو غير مسلمين، ننظر إلى هذه الرمزية وكأن الله عز وجل يقول للعالم كله: الأرض في قبضته والسماوات مطويات بيمينه، وكأنه يقول للمؤمنين بصفة خاصة: لتجتمع أطرافكم ولتلتقوا جميعا فتكونون حلقة مستديرة تجمع شتات الأمة المسلمة في هذه الحلقة، فكما كنتم لربكم مخلصين مؤمنين موحدين تعبدون ربا واحدا، فلتكونوا أيضا أمة واحدة، إلهها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد. فكما جمعنا الله على كلمة التوحيد، يجب أن نجتمع على توحيد الكلمة فتتجمع أفراد الأمة. هذه الرمزية لا يمكن أن نغفلها أبدا، لأن البدر يكتمل عندما يلتقي طرفاه، والأمة تكتمل عندما تكون أمة واحدة، يد واحدة سلما لمن سالمها، حربا على من عاداها. هذه أمة الإسلام. كما يوسل الهلال حياة الإنسان، حياة الإنسان أيها المسلمون تبدأ بطفولة، الطفولة تبدأ بضعف، ثم يأتي من بعد هذا الضعف قوة، قوة الفتوة والشباب، ثم يأتي من بعد هذه الفتوة ضعف وشيبة. هكذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ويكتمل
ثم يقوى بعد ذلك في إضاءته وإنارته، ثم يكون كما كان مرة أخرى كالعرجون القديم. انظروا أيها المسلمون إلى هذه الرمزية في حياة أمتنا، الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وجعل رسولها خير رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول وخير نبي، والأمة خير أمة، فهو خير رسول لخير أمة. أين هذه الخيرية الآن؟ لما تنازلنا عنها؟ لما لم نصبح في مقدمة الصفوف وأصبحنا في مؤخرتها؟ لأننا صرنا بعيدين عن الإسلام. الإسلام أيها المسلمون لا يكون في القلب فقط ولا تطبيقا للجوارح مجرد تطبيق، وإنما لابد أن يكون تطبيقا في الواقع، تطبيق على الأرض، فيه امتثال. كما ننظر إلى رمضان أيها المسلمون وإلى الهلال، عندما يهل علينا هلال رمضان انظروا إلى ندائين، نداء يجمعنا ونداء يمنعنا. فإذا نودي لصلاة الفجر امتنع المسلمون حتى عن المباحات من المأكولات والمطعومات ومن الشهوات المباحة، يمتنعون يوما كاملا. وعند نداء المغرب يجتمعون على الموائد، فلا تجد طاويا ولا تجد صائما ولا تجد ممتنعا عما أحل الله عز وجل. وهذا يؤكد لنا أن الامتناع عن المحرمات من باب أولى، كما يؤكد أن امتثالنا لله عز وجل في طاعة وفي امتثال. الكل عند نداء يتحكم في نفسه وفي شهوته وفي إرادته، فيمتنع حتى عما أحل الله. وعند النداء الآخر نجتمع جميعا على ما أحل الله، وهذه صورة يرمز إليها أيضا هلال رمضان، وهذه هي المواقيت. أما النظرة الثانية فهي نظرة إلى القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل الذي ارتبط نزوله في رمضان فارتبط برمضان. ولذلك يقول ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن، فهو ظرف لنزول القرآن. وأنتم تعلمون أن القرآن الكريم نزل في بدايته، نزل في رمضان، ثم استمر نزوله على مدى سنوات البعثة المشرفة، بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على مدى 23 سنة. هذه الفترة التي أتم الله علينا بها النعمة وأكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو القرآن، دستور هذه الأمة، هذا هو القرآن الكريم الذي نعتز به جميعا. لكننا نهجر القرآن كثيرا، وعندما يأتي رمضان ننتب على المصاحف لنقرأ القرآن، ولا نقرأ القرآن لمجرد القراءة، وإنما نقرأه متدبرين متعظين، نقرأ القرآن لنعمل بحلاله وحرامه وأوامره ونجتنب نواهيه، نقرأ القرآن لنتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يجب أن نعمل بما في القرآن، وأن نقف عند حدوده، وأن نتحدث بما أمرنا الله أن نتحدث به، وأن نجتنب ما نهانا الله عنه. فإذا كان القرآن هو دستور حياتنا وهو منهجنا وهو دليلنا على الله عز وجل، فهو الصراط المستقيم وهو النور المبين،
وهو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن الكريم. ثم الصيام، نذكر الصيام وهو الأمر الثالث بعد ذكرنا للهلال وللقرآن. نذكر الصيام، وما أدراكم ما الصيام الذي نذكره؟ ليس الصيام أيها المسلمون امتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات فقط، وإنما صيام الروح وصيام النفس، صيام يعلمنا الإرادة، صيام يكبح النفوس، يكبح جماحها، ويجعلك أيها المسلم تملك زمام نفسك، تملك أمر نفسك، فيعودك الإرادة. وانظروا إلى الصيام الذي يعلمنا الجهاد، لا الجهاد في سبيل الله فحسب، وإنما يعلمنا أيضا وبداية وقبل كل شيء أن نجاهد أنفسنا، أن نجاهد أهواءنا، أن نجاهد الشيطان، أن نجاهد الدنيا. كل ألوان الجهاد نتعلمها من صيام رمضان، لأن العين تصوم عن النظر إلى المحارم، والأذن تمتنع عن سماع ما يغضب الله عز وجل، واللسان يمتنع لا عن الكذب والزور فحسب، وإنما أيضا عن الغيبة والنميمة يمتنع اللسان. فيكون الصيام صيام للجوارح قبل أن يكون صياما عن الطعام والشراب والشهوة. إننا بحاجة أيها المسلمون ونحن نقبل على شهر رمضان أن نذكر هذه المعاني، فإذا ما انتصرنا على أنفسنا وشهواتنا وملذاتنا وقويت إرادتنا انتصرنا على أعدائنا، والأعداء للإسلام كثير، الأعداء للإسلام أصبحوا أعداء خارج البلاد وداخل البلاد، وأصبحنا نجاهدهم بكل ما نملك من ألوان الجهاد، بالكلمة وبالمال وبالنفس، نجاهد هؤلاء الذين لا يريدون للإسلام استقرارا ولا لأهل الإسلام استقرارا، إنهم يريدون أن يفرقوا، يريدون أن يشتتوا، يريدون أن لا تجتمع كلمة المسلمين. ولكن المسلمون يجب أن يتفهموا ذلك، ويجب أن نعيه جميعا، لأننا بحاجة إلى أن نجاهد الأعداء في داخل البلاد وفي خارجها، بعد أن نجاهد أنفسنا ونفسي وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إننا بحاجة إلى جهاد النفس، وجهاد النفس هو أعظم الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم حين عاد من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، ورمضان يهذب النفوس ويربي النفوس ويوقظ الضمائر، فنحن بحاجة إلى تقوية نفوسنا وإرادتنا ويقظة ضمائرنا، فنخلص لله في الصيام ونخلص لله في القيام. فرض الله علينا صيام رمضان، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال: ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبتغي بها رضاه، ونحتمي بها في حماه، ونستغني بها بفضله عمن سواه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك
والمهتدين بأنوار سنتك إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، نحن في شهر سيقبل علينا بعد سويعات قليلة، شهر خير وبر وبركة، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، نعد الآن لاستقباله. لكن تعالوا نتفق، ما الذي نعده لاستقبال رمضان؟ كثير من الناس يعدون لاستقبال هذا الشهر ما لذ وطاب من الطعام ومن الشراب، بل وربما يسرفون في الإعداد لشهر رمضان. ليس معنى أن يدخل علينا رمضان ونصومه جميعا أن نعوض فترات الجوع بأنواع الأطعمة وألوانها والأشربة كذلك، إنما الذي يجب أن نعده وجوبا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعدون لرمضان من شعبان بكثرة صيامهم، بكثرة زكواتهم، بكثرة طاعاتهم لله، بكثرة قراءتهم للقرآن وانكبابهم على المصاحف. إنهم يعدون لرمضان من الصيام ليتعودوا على الصيام في رمضان وهم في شعبان، ويتعودون على الطاعة ليكثرون منها في رمضان، ويتعودون على إخراج الزكاة ليستعد الفقراء لاستقبال رمضان بما يحتاجون إليه، ويعدون أيضا بقراءة القرآن لأنهم سيقرؤون القرآن كثيرا في شهر رمضان. هذا هو الإعداد وهذا هو الاستعداد. نعد لرمضان بصفاء النفوس، بتزكيتها، بتطهير القلوب، نعد له بالإخلاص في العمل وفي الطاعة، ونحن نراقب الله عز وجل لأن الصيام يعلمنا كيف نراقب الله، وثمرة الصيام التقوى كما تعلمون. وصدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الإعداد. ولذلك يجب أن نرشد حياتنا وأن نرشد كل ما نحتاج إليه من مطعومات ومشروبات وما إلى ذلك، فلا نسرف. والله عز وجل يأمرنا بالأكل والشرب دون إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يأمرنا أيضا أن ننفق في اعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وإذا كان الإنسان مرشدا لكل ما يحتاج إليه في حياته، أخذ ما احتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه. والترشيد أمر واجب على كل إنسان، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إننا بحاجة أيها المسلمون أن نعرف معنى الصيام وأن نتعرف على واجباتنا نحو ربنا في شهر رمضان وفي غير رمضان. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولي اللهم أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا،
ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين لخير البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى أعدائنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.